اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اواصل حواري مع ضيوف الاعزاء، لكن قبل ما نسمع الدكتور الجوادي ربما يكون في مكالمات بعض الساده المشاهدين ما يحتاج الى تعليق او رد. مع الاستاذ محمد من القاهره. اهلا استاذ محمد. استاذ محمد الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تخيل انت حضرتك طبعا قناه سي بي سي، بحيي حضرتك والمجموعه اللي مع حضرتك. ربنا يخليك يا فندم. والحقيقه قناه سي بي سي من القنوات اللي هي مشاهده كبيره جدا الحمد لله. اللي هي ملاحظه على برنامج النهارده ان الضيوف اللي مع حضرتك ماشيين في اتجاه واحد بس مش اتجاه محايل الحقيقه. يعني لما يبدا الدكتور جمال بكلامه لو جه الفريق شفيق لا قدر الله. انا بشرح وجهه نظري وليس انطباعي الشخصي او رايي الشخصي في مرشح فلان او مرشح سين او صاد. انا المفروض بشرح للناس عشان ابين لهم ازاي يختاروا بشكل محايد، لا ما تجيش ناحيته خالص انطباعات شخصيه. دكتور محمد الجوادي بيتكلم برضه بطريقه معقده جدا، ديجيتال سب تراكشن والسي تي، مين هيفهم هذا الكلام؟ تمام. الشعب عايز الامور تبقى مبسطه بشكل سهل نقدر نستوعبه. طيب الدكتور عمرو قال لو الانتخابات النهارده يكسب الدكتور محمد مرسي، ما كده البرنامج كله ماشي في اتجاه واحد. نعم. يعني اللي بيتكلم يبقى فيه طرف وطرف اخر. صحيح. طرف من ناحيه وطرف من ناحيه ثانيه. تمام. ده بيتكلم وبيشرح وده بيتكلم وبيشرح، بحيث ان انا في النهايه كمواطن اقدر استوعب واقدر اعرف، وبعد كده في يعني في حاجات مستقبليه بتحسم في الحلقه، يعني اقول لا ده هيبقى اسوء من النظام السابق. منين بنيت هذا الكلام؟ طيب. يعني في امور معينه لازم احنا متعودين على سي بي سي قناه محايده وبتجيب الاراء بكل حياده للمرشحين كلهم، فنرجو ان احنا نستمر على هذا. تمام. بشكرك يا استاذ محمد. استاذه نهى من القاهره. اهلا استاذه نهى. استاذه نهى. ايوه الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور. لو سمحت انا عندي بس لحضرتك سؤال. اتفضلي يا فندم. هو دلوقتي الضيوف بتوع حضرتك تحياتي ليهم الاول، هو مش عاجبهم ده ولا عاجبهم ده، والمفروض ان احنا هما بيفهمونا. طب اختار مين؟ انزل التحرير يعني خلاص اقاطع ولا ايه المطلوب؟ ده سؤال. سؤال تاني معلش بسرعه. دلوقتي الاخوان ليه سايرين دلوقتي على حكم البراءه للمساعدين بتوع العدلي؟ طب ما صاروش ليه للضباط اللي واخدين براءه في 500 محافظه؟ عشان دلوقتي في انتخابات بس. ميرسي جدا. شكرا استاذه نهى. استاذه ماجده من القاهره. اهلا وسهلا. الو. استاذه ماجده اهلا وسهلا. السلام عليكم استاذ خير. عليكم السلام. وتحياتي لحضرتك وضيوف حضرتك الاجلاء. ربنا يخليك يا فندم. اتفضلي. أنا بس بحب أبتدي إن أنا أقول لحضرتك إن أنا متفقة تمام الاتفاق مع الدكتور محمد الجوادي في إن كل فصيل بيبص أو كل طرف بيبص من النظارة بتاعته. فعلا اللي في الميدان بيبصوا بنظارة. نعم. النخبة بتبص بنظارة، إحنا كمشاهدين عاديين في البيوت بنبص بنظارة تانية، وللأسف مفيش نظارة معظمة تجمع لي كل حاجة. دي حاجة. حاجة تانية حضرتك، انا برضو بقول لو الفريق شفيق بيمثل لي النظام السابق. نعم. طب ما هو الدكتور مرسي بيمثل لي حزب الحرية والعدالة، اللي هو لحد الان انا مش عارفة ليه هو مش عايز يعلن يعني استقالته من الحزب، بحيث ان انا اما انتخبه ابقى عارفة انا بنتخب شخص عادي، ما بنتخبش الحزب، ما بنتخبش المرشد، ما بنتخبش النخبة الكبيرة. هو قال انه لو اصبح رئيسا سيستقيل من الحزب. لما دي بقى انا اصدقها ازاي؟ ايه اللي يخليني اصدقها؟ معلش يعني. نعم. لا عارف يا استاذ خيري هيقودنا لايه؟ هيقودنا. نعم. ان المناقشات دي كلها هتقودنا ان احنا هننزل الانتخابات تحصيل حاصل، بحط اسمه وخلاص، في حين ان انا عايزة انتخب واحد انا مقتنعة بيه تمام الاقتناع. المناقشات اللي دايرة حاليا دي مع احترامي ليها كلها، لكنها بتوسع الجدل ده، بيوسع الحيرة، بيتوهنا احنا. بيتوهنا اكتر، لان فعلا اتفق مع اللي قبلي. الفريق اللي عند حضرتك الكلام كله سواء كان واضح وصريح او اندايركت بيصب في اتجاه معين. طب ليه؟ طب ليه؟ انا عايزه واحد يقول لي عيوب ده وعيوب ده ومزايا. هو ده الهدف من الحلقه بالفعل. لما جبت حد الدكتور جمال وهو الدكتور جمال بدا بلا قدر الله، ابتدي بلا قدر الله معناها ان شفت كل الناس زعلانه منك حتى وانت اخواني. معناه ان ده شر المستطير لما اقول لا قدر الله. طب ليه ما قالش على الدكتور مرسي لا قدر الله؟ وانا بقى بقول عليهم هم الاثنين لا قدر الله. طيب بشكرك يا استاذه ماجده. الاستاذ صديقنا العزيز الاستاذ الامام الفارسي من السعوديه. اهلا وسهلا. اهلا
اهلا بيه حضرتك، اهلا بحضرتك، مساء الخير يا مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا استاذ جمال، احييك واحيي ضيوفك الاعزاء، ربنا يكرمك. و اقول لك يا استاذ خيري ملاحظه سريعه، انا اتفق مع اول مشارك الاستاذ محمد. نعم، اتفق معاه تماما في ملاحظاته. نعم، واحب اقول لك ان انا لم اكن في يوم من الايام من رجال حسني مبارك. نعم، ولا من المؤيدين لنظامه على الاطلاق. وأنا كنت دائما بأطالب قبل 11، قبل شهر فبراير سنة 11، بأن يكون للإخوان المسلمين حقهم الطبيعي والمشروع في التواجد وممارسة العمل البرلماني. نعم، هذا بداية. إلا أنه الممارسات فيما تلت هذه الفترة، فيما تلت الثورة، أثبتت تماما أن وصول الإخوان وأكثر مما هم فيه الآن واستلامهم سلطة الرئاسة هيكون شيء كارثي على مصر. اللي أعتقد أن الدكتور الجوادي لم يكن محايد بالشكل اللي عهدته فيه هذا الرجل. أنا حريص دائما أن أتابع كل مداخلاته وبكون سعيد جدا وبستفيد. إلا أنه اليوم هو قال أنا مش محايد بصراحة في الفاصل الصدية. أعتقد أنه أنا حسأل سؤال ولعله تفضل سؤال يا استاذ خيري اتفضل. ولعلي اجد اجابته عند الدكتور الجوادي بالذات. ماذا سيكون موقف مرسي مع الجيش وهو يعلم ان الجيش باقتصادياته يمثل ما يقارب الثلث الاقتصاد المصري؟ كيف ستكون علاقه مرسي بالقوات المسلحه؟ نعم، فكيف ستكون علاقه مرسي بالحرس الجمهوري اللي بيتولى تامينه وحراسته؟ كيف ستكون هذه الامور؟ فقط كيف سيتم حمايته مع قوه ليست على اتفاق معه ولا يستطيع ان يوجد خيوط تفاهم كافيه؟ مصر في خطر في ظل وصول مرسي الى السلطه، هذه قناعتي. وطبعا انا بقدر كل الاراء اللي قيلت، هذا ليس مصر على اي راي. شكرا الاستاذ ايمان الفارسي. الاستاذ هاني من القاهره، اهلا استاذ هاني. بيك يا استاذ خيري، اهلا بيك. اهلا يا فندم. اولا انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايز اسجل اعجابي بالاستاذ الجوادي، وانا متابع جيد يعني للقناه بتاعت سي بي سي، وانا بشكر الظروف انها خلتنا اتكلم النهارده. وعايز اقول للساده اللي دخلوا في المداخلات اللي قبلي ان لا الاستاذ الجوادي ولا الدكاتره لسه كملوا احاديثهم ولا كملوا حتى بقيه وجهات نظرهم في جميع الجوانب. احنا خدنا لسه كلمتين من ده وكلمتين من ده وكلمتين من ده، ما لحقناش لسه قايم بقيه الاوجه ولا بقيه القضايا ولا بقيه الاوجه. يعني اثرت قضيه امريكا، ما دخلناش في قضايا ثانيه. فانا بقول احنا قوتنا في اختلافنا زي ما بيقولوا. طبعا انا وجهه نظري هتختلف عن ده عن ده، لكن انا بضيف اضافه صغيره، مش عايز اطول على وقت البرنامج. احنا جربنا النظام السابق، جربنا عيوبه شفناه، ما جربناش الاخوان، ما شفناش اسلوبهم، ما داروش دوله، ما جاش رئيس اخواني قبل كده، ما جاش رئيس وزراء اخواني قبل كده. انا مني كمواطن ما شفتش منهم حاجه وحشه، رغم اللي بسمعه الايام دي في ناس بتطلع اشاعات وكارثه وهيرجعوكوا لورا ويركبوكوا الحصان ويركبوكوا جلابيه، وابتدينا نسمع نكت. طبعا انا مش شايف حد، يعني اسف جدا في اللفظ، يمكن ابقى عام شويه، مش شايف حد فيهم بجلابيه، مش شايف فيهم بحد بحصان، مش شايف الكلام ده. بس انا بقول لازم كل واحد ياخد حقه، ما ينفعش نهجم. حتى احنا دلوقتي مجرد ما استاذ فاضل او دكتور طلع اتكلم كلمتين، ابتدت الناس تتصل، مش تعلق على الموضوع، بتعلق على الناس الساده الدكاتره اللي بيحللوا، ودي وجهه نظر بنحترمهم، وانا بحترم القناه دي وبحترم الساده، وانا بحترمك جدا وبحترم الساده الضيوف، واشكرك على المداخله. شكرا استاذ هاني. تليفوننا الاخير استاذ محمد من القاهره، اهلا استاذ محمد. استاذ محمد الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ محمد، اتفضل. ازيك يا استاذ خيري؟ ازي حضرتك؟ اتفضل يا فندم. انا طبعا يعني بحيي حضرتك على ادائك المتميز. ربنا يخليك، اتفضل يا استاذ محمد. دلوقتي بس انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل يا فندم. من وراء الفريق احمد شفيق؟ اعضاء المجالس المحليه في النظام السابق في القرى والمراكز والمحافظات. اتفضل. وأمناء الأحزاب في القرى والمراكز والمحافظات في النظام السابق.
اقفل صوت التلفزيون لو سمحت. معنى ان هم وراه، وهم وراه بكل قوه بالمال وبكل القوه والاقناع، وان هم يقفوا مع الناس اللي هم مش متابعين السياسه ويقولوا الاستقرار ومش الاستقرار. هم مستنيين منه ايه لما ينجح؟ رد الجميل. معنى رد الجميل ان هم لازم يمثلوا كما كانوا ممثلين في النظام السابق. ونعيد في نفس السياسه الرئيس السابق محمد حسني مبارك، نفس النظام السابق. وعندي نقطة مهمة عايز أتكلم فيها، إن الفريق أحمد شفيق قال إن أنا هرجع الأمن في خلال 24 ساعة، والدكتور محمد مرسي قال أنا هرجع الأمن في خلال 100 يوم. الناس استغلوها إن هيرجع الأمن في 24 ساعة بضل استقرار. هذا يعني مفهوم خاطئ، لأنه معنى إنه يرجع الأمن في خلال 24 ساعة معنى إنه لن يعيد هيكلة الداخلية تماما، ونفس الهيكلة التي موجودة في النظام السابق كما هي، ونفس المعاملات كما هي كما نرى في الفترة الانتقالية. معنى ان الدكتور محمد مرسي يقول انا هرجعها في خلال 100 يوم معنى ان هو هيعيد هيكلة الداخلية، وهيعود سياستها وتعاملاتها مع المواطن والتفرقة بين المواطن المذنب والغير المذنب. طيب بشكرك. انا بقول ان الفريق احمد شفيق سيعيد النظام السابق تماما. طيب بشكرك يا استاذ محمد جدا. انا بعتذر لبقيه التليفونات عشان ما تبقى من وقت ندي لضيوفنا الاعزاء. عايز اقول ملاحظه بس، نحن نحترم المرشحين وبحترم كل صوت يروح لده او ده، نحن هنا نقدم فقط هي محاوله للقراءه وتخيل المستقبل دون الهدف ان يكون هناك هدف ان تحط من قدر هذا او ترفع من شان هذا، ليس دورنا، الشعب هو اللي هيختار. اتفضل دكتور جوادي. اتفضل انت حضرتك قول لي العنصر عشان اجاوب على الادرى. طيب الدستور اتكلمنا عن الاول البرلمان، علاقه كلاهما بالبرلمان ثم بالدستور يا فندم، البرلمان والحكومه والدستور. نبتدي بالدستور. اتفضل يا فندم. على خلاف اللي انا كنت بتكلم فيه، الفريق شفيق هيبقى مريح للدستور كنص مكتوب عن الدكتور مرسي. نعم. فريق شفيق يقول لك انا مالي، مش موضوعي، يعملوه يعني ايه دستور كلام، مهم القوه. فما هيبقاش فيه اي نوع من انواع التفاعل مع الدستور، يعني هو ينظر للدستور على انه نصوص صماء وخلاص، انا مالي ومال الدستور، شغلتي، لانه ما عندوش توجه فكري بيدافع عنه وملزم. الدكتور مرسي عنده مش توجه فكري بس، ده توجه ديني، يعني هو حاسس انه هو لو لم يكن موجودا في صياغة الدستور يبقى آثم. نعم. فهنا يبقى الدستور من حيث هو نصوص مكتوبة هيبقى عنده راحة 100% في إيد شفيق. من حيث هو نص مكتوب، يعني الناس اللي قاعدين يكتبوا فيه دول اللي هو الدستور إن كتب يعني، وإن كتب ديا يعني احتمال بعيد قوي. هو الأحسن إن احنا نقول لو كتب، لأنه بهذه الطريقة و100 والكلام اللي احنا بنشتغل بيه مش هيتكتب طبعا. و على المستوى كتابة الدستور حتى يعني انت ما قلتش الجامعات، يعني مثلا لما بتيجي تقول في اي حتة الجامعات التأسيسية او لجنة الدستور بتحدد مكانها، بيبقى مكان مشرف مثلا، يعني في 54 قالوا عندهم قاعة الشيوخ، انت حتى دلوقتي ما قلتش هم فين وبتاع، المجلس امانة المجلس تساعدهم. يبقى اذا كان السلطة اللي موجودة مش حزب الحرية والعدالة اللي خلق الوضع بتاع الدستور ده والازمة بتاع الدستور، ده سلطة اخرى غير حزب الحرية، برضه ليس دفاعا عن حزب الحريه والعداله، لكن لان الامور تصاغ بصياغتها اللي بيدعوها، دي سلطه سياديه الدعوه للدستور، زي دعوه الانتخابات اللي هي الحكم بتاع بنها اللي الراجل انتقد ان رئيس لجنه الانتخابات هو اللي يدعو. فبرضه ما ينفعش ان انت تسيب الامور في مجلس في مجلس الشعب بعدين ترجع تقول لمجلس الشعب ان انت اللي يعني القصه دائريه شويه. فالفريق شفيق انا مالي، صرفه انا مالي، خلاص. فاذا الدستور كنص هيبقى مستريح من وجود رئيس الجمهورية. طيب. في حال شفيق. نيجي للبرلمان. عشان تفهم البرلمان في عقلية العسكريين احكي لك نقطة سريعة خالص، انه في اول برلمان اتعمل في عهد الثورة 57، ما فيش كذا شهر، واللي هي التعبير اللي بيقول عليه جمال بيه اللي هو تربص به الرئيس والغي على طول. الغي امتى؟ قامت الوحده. طب لغيت البرلمان ليه؟ اصلا هنعمل برلمان وحده، فعملوا برلمان وحده في 58 بالتعيين. عملوه امتى؟ سنه 60 مش 58. بعدين جام اول انتخابات 64. برلمان 64 الناس اللي ابتدوا يعارضوا فيه وكده
على طول خلوهم عملهم وزراء. الناس اللي ما بيعرفوش يتكلموا لسه بيعرضوا بس يعني فرحوا للرئيس السادات اللي هو كان رئيس البرلمان ده، وعلاقته معروفة بالرئيس عبد الناصر وعلاقته معروفة بالنظام. فقال لهم ايه التعبير الجميل؟ قال لهم ماذا كان على القرارات بنقراها في الجرايد. يعني يعني مش شغلتنا التشريع، ما القرارات بنقراها في الجرايد. الدفاتر دفاتر فالفهم يعني مسألة للفهم. فهو برضو الفريق شفيق لا يعنيه من قريب او من بعيد انه يبقى اذا ما هيبقاش فيه صراع مع البرلمان، ولكن كما لو ان البرلمان مش موجود. فالبرلمان برضو على المستوى النظري على المستوى الورق اللي بيروح وبيجي وده كله هيبقى مستريح من الفريق، لكن في داخل الحرية والعدالة نفسها أجنحة كثيرة مش متصارعة وإنما مختلفة متباينة الرؤى. فمثلا أنت بتشوف الدكتور الكتاتني أكتر ناس بيظلمهم في المجلس هم بتوع الحرية والعدالة، لأنه بيحرص على أنه يراضي الاتجاهات المختلفة. في الأول مثلا الحرية والعدالة ده كله بال 270 ولا 274 بتاع بيتكلم منه واحد بس، بينما حزب تاني فيه عضو واحد بيتكلم الواحد ده بس. ففي نظرية القوى السياسية دي بتظلم الكبير، فال 270 يتكلم واحد بس. أنت بتتكلم عن حزب مثالي جدا، مش مثالي ده النظام، عن إدارة كمان نموذجية جدا. مش لا هو السيستم بتاعك ده مش قصد كتات إنه يعمل كده. الديزاين الهندسه اللي معموله لمجلس الشعب ولائحه مجلس الشعب معموله كده، حتى مع الحزب الوطني نفسه. يعني الحزب الوطني كان ليه مثلا 98% والراجل بتاع ال 1% بيتكلم بنفس الحظ بتاع ال 98%. الديزاين المصري كده ليه؟ لانك انت مش بتحسب القوه كقوه وانما بتحسبها كعدد. يقول لك لقاء المجلس العسكري بالقوى السياسيه 18 واحد، مين هم ال 18 واحد؟ احزاب حتى ملهاش تمثيل في البرلمان. بينما انت في المانيا اللي ما بيجيبش 8% مرسي علشان الوقت بقى دكتور مرسي هيبقى ازاي مع البرلمان؟ يعني ده بقول لك في تداخلات كتير، لان هو نفسه من جناح من الاجنحه من الحريه والتعدد. يعني مثلا يقولوا ايه احنا قانون الجامعه، فالناس اللي انا اقول لك من الوقت اللي هيحصل عشان الدكتور الكتاتني استاذ جامعه ورئيس الجمهوريه استاذ جامعه وبتاع بتدخلين قانون الجامعه دلوقتي، فيجي الراجل اللي هو رئيس اللجنه التشريعيه يقول له معلش يا سيادة الرئيس، بيقول الرئيس مجلس الشعب بلاش، لأن الناس بيقولوا عشان انتوا أساتذة جامعة مدخلينه. يجي الناس بتوع قضاء التداخلات دي كده. ما بتتكلمش عن إدارة الدولة، انت كده بتتكلم مع يعني لا ده رأي عام، بتتكلم عن وجهة الرأي العام، رأي عام، رأي عام، وهو حاكم والوقت الأعلى في مصر مش السلطات الثلاثة، الرأي العام أقوى تأثيرا ونفوذا من السلطات الثلاثة مع احترامنا ليها. طب والحكم كون ان حضرتك بقى حضرتك شخصيا تتصور ان دي مش اداره الدوله، دي مشكله في الكونسبت في المفهوم السياسي اللي عندي وعند حضرتك. انا رايي ان لا دي دوله، الدوله اللي تخضع للراي العام دوله، بس الشطاره بتاعتك ان انت اصنع الراي العام، صناعه الراي العام، الماس ميديا، الوسائل الاعلام، اصنع الراي العام. طب انا علشان فاضل لي 3 دقائق ما خلاص انا خلاص اسال حضرتك أنا خلصت في دقيقه سؤال. لا 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 خلاص خلصت في جمله، انا عايز اسال حضرتك سؤال قوي قوي عشان خاطرك بس. حضور الاخوان كتنظيم في فكر واداره الدكتور مرسي، وحضور النظام القديم كاداره وسيستم في فكر الفريق شفيق، ده في جمله وده في جمله. ابدا، هي بنسبه ونسبه، 100% و100%، شيء في الدم. يعني انت عايز تقول لي ان اللي عنده فيروس سي هتاخد العينه من صباعه ما هيبقاش فيها فيروس سي، وهتاخده من صباع رجله هيبقى فيها فيروس سي؟ شيء في الدم، فده 100% متاثر وده 100% متاثر بالظبط. مشكورك جدا. كلمه اخيره دكتور جمال. اولا انا بتاسف للساده المشاهدين على فكره اللازمه اللي انا قلتها في البدايه، ولكن بطبيعه الحال كما قال الدكتور محمد الجوادي المساله ما فيهاش حاديه، فيها موضوعيه، وانا لم استطع لو فيها انحياز بالنسبة لك انحياز. لا مش بشكل كبير، بمعنى انه القصة انه الواحد ما قدرش يمسك نفسه، لانه يعني المشاهد واضحة امام عيني على الاقل، ممارسات سابقة، فربما هذا الذي جعل لي ان اقول هذه لا اللازم. وانا اخشى ان يكون بعض السادة المشاهدين لا يعلمون ان حضرتك تنتمي الى الاخوان المسلمين، وهذا كان جزء من اختياري ان يكون ممثلا فهو يختار اخوان؟ نعم. ما فين الداء؟ لا ده انت النهارده ما انا مدخلها جوه بس دلوقتي. الشاهد انه احنا انا اول مره يا جمال اعرف ان انت اخوان، ربنا يكرمك. فالشاهد ان احنا حضرتك
أنا بدعو كل المواطنين أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، كل ينتخب ما يرى. أيوة. ولكن في الأساس أن يقف برهة من الوقت عند اختياره قبل أن يضع القلم أو قبلها بأيام، يتعرف من سيعطي، بمعنى أن يعرف كل مرشح، يعرف تاريخه، يعرف برنامجه بشكل حقيقي. نعم. يعرف ماذا سيقدم ثم سيختار، ويبقى شايف ان ده الافضل لمصر. واذا جرت الانتخابات بشكل نزيه وشفاف، علينا جميعا ان نحترم صندوق الانتخابات. احييك على هذا الختام. والديمقراطيه، لاننا في بدايه الديمقراطيه علينا ان نحترم هذه. احييك على هذا الختام دكتور عمرو. لا بصراحه انا مش شايف، يعني زي ما بيقول دكتور جمال، باستثناء الكلمه الاولانيه اللي بعتذر عنها دكتور جمال، واعتذر عنها قبل كده يعني من قبل ما، او يعني ذكرها قبل كده، ان هي ما كانتش يعني يجب انها تكون. احنا كنا مارسنا دورنا بحياديه كامله. احنا كنا عايزين نعمل قراءه، يعني عملنا قراءه كل واحد فينا بالفعل تصور ايه اللي ممكن يكون الهيكل العام في العلاقه بين الرئيس ومؤسسات الدوله وبينه وبين المجتمع لو كان هذا الشخص، ولو كان هذا الشخص. نعم. وما اعتقدش ان وقد نصيب. نعم. وفعلا زي ما بيقول دكتور جمال، احنا يعني ما او ما على عكس ما بتقول الاستاذه نجوى، ما ساهمناش في زياده الحيره ولا حاجه، بالعكس احنا بندعو الناس انها كلهم يروحوا يصوتوا في الانتخابات. صحيح الغالبيه الكبيره جدا فوق 90% من الناس عندها اعتقادنا بتصوت ما بين سيء وأسوأ، على بالرغم ان كل واحد فيهم مش يعني على اختلاف تعريفهم مين السيء ومين الأسوأ. نعم. لكن لازم في النهايه نروح ندي بصوتنا، لازم هيكون. صحيح. واحد منهم. انا بشكر حضراتكم جدا، بشكر جمهورنا العزيز، وما زلنا نؤكد ان اختار اللي ترى فيه صالح مصر، اللي توقن بقلبك وعقلك، تعمل عقلك بالفعل في ان هذا الشخص هو اللي هيكون مناسب لحكم مصر، وعلينا ان نتحمل تبعات اختيارنا. المهم انك تنزل وتشارك بالفعل. ويبدو أننا في حاجة إلى أن احنا نعمل مناظرات بين أنصار هذا وذاك، علشان ده هيبقى موضوع مثري جدا ويساعدكم في الاختيار، لأن الاثنين المرشحين لن يقبلا أبدا أن تكون بينهما مناظرة. وغدا بإذن الله معي الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية في أول حوار بعد انتهاء انتخابات الجولة الأولى. سؤالنا كان على الفيسبوك بيقول: هل غير الحكم الصادر أمس من قناعتك تجاه مرشحك الرئاسي؟ 11% بيقولوا نعم، 89% بيقولوا لا. غدا حلقة جديدة من ممكن، تصبحوا على خير.